السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المجموعة الثانية من أهم المواقع والتطبيقات اللي بتشتغل بيه الذكاء الاصطناعي. عندنا أول حاجة ترتيل، ده بيخليك تحفظ القرآن فبيسمع لك، فلو غلطت في كلمة يبدأ إن هو ينبهك. الصراحة جربته ولقيته جميل جدا ورائع. في برضو موقع عربي اسمه كاتب، ده بيديك إمكانيات حلوة جدا في إن أنت مثلا تقول له اكتب لي مقالة عن موضوع معين فيكتبه لك، ان هو يساعدك في كتابة اي مقال، ان هو يعمل لك اعلانات مثلا، عايز تعمل اعلانات عن وصف منتج هو يبدأ يساعدك فيها. مثلا ممكن تقول له انا عايز ثلاث اقتراحات اختار منهم فكرة المحتوى، مثلا مشكلة نقص المياه، تمام، الجمهور بيستهدف من أي بلد، طريقة الصياغة واقعي، طريقة المتكلم مثلا، نوع المحتوى، فقرة أو قائمة أو وتقول له اكتب، فكتب لك، تقدر إن أنت تنسخها وتاخدها كوبي وتشتغل فيها تدقيق لغوي لو في أي مشاكل ننبهك ليها. وبرضو الموقع ده فيه حتة حلوة أوي اللي هي تصميم الصور، إن أنت بتقول له وصف الحاجة من خلال التكست هو يبدأ يعمل لك الصور، تمام، تقول له مثلا أنا عايز حصان بيطير، تمام، وتقول له تصميم للصورة، فراح مركب له أجنحة. ف يعني موقع عربي رهيب جدا في القصة دي، تمام. طيب تبدأ بقى تشوف مثلا أنا الحصان اللي عاجبك وتدوس عليه بحيث إن هو يكبر وتقدر تستخدمه في الشغل بتاعك. ده موقع جميل، انا سيبكوا رابط اسفل الفيديو بحيث تلاقي اللينكات ديت. تحدث مع الكتب، بتختار الكتاب اللي انت عايز تتكلم معاه وتبدا ان انت تتحدث معاه، والاجابه تبقى من خلال الشخصيات اللي موجوده في الكتاب او من خلال الكتاب. فمثلا تبدا تختار بقى انت عايز تتكلم مع كتب عن ايه ويبدا يجاوبك عليها، تمام، اكتب السؤال والاجابه تبقى من خلال الكتب. في برضو موقع دوت تكوين لصور اشخاص، بتبدأ تقول له والله انا عايز مثلا عيني تبقى كذا، مناخيره تبقى كذا، عيني شفايفه، كل حاجة يبدأ ان هو يكريت لك. لو انت مثلا ممكن بتألف قصة مثلا، بشرح لك تعمل ازاي، بتقول له مثلا انا عايزه سعيد، تمام، ممكن تطلع انت وشه وتعدل فيه وتختار البلامة بتاعت الوجه واللون بتاع الشعر والعينين والحاجات دي كلها، ويبدأ ان هو يعملها لك. كان زمان مجاني، دلوقتي تقريبا في اشتراك حاجة زي كده. طيب بعد كده نخش على الموقع ده، من مواقع رهيبة جدا، ده في حاجات خدع او بتستخدم الذكاء الصناعي في الفيديوهات، في الصوت، في الصور، افكار لذيذه جدا. ممكن مثلا تدي له صوره يلغي لك الخلفيه، او فيديو يلغي لك الخلفيه، دي قريب قوي اتحداك، وهتلاقيها موجوده في الفوتوشوب والادوب بريمير وكل البرامج، هتبدا انها تبقى فيها الخاصيه دي، تمام. يعني جربت بعضهم لقيته فعلا حاجه فوق الخيال، تمام. يعني مثلا في فيديو حاجه بتتحرك، هو يبدا يحذف لك الحاجه اللي بتتحرك ويبدا ان هو يتبعها، مجرد ان انت تحدد ايه الحاجه اللي انت عايز تشيلها. كنا شرحناها بالتفصيل في بمقربيع. طيب ده موقع جميل جدا اسمه توم، بيعمل ايه؟ اختار انت اي موضوع، اكتب بس انا عايز عن الارتفيشال انتليجنت، بيبدا يعمل لك بريزنتيشن كامل باوربوينت، تمام، وبعد كده تقدر تعمل تعديلات بسيطه. دي برزنتيشن كنت عملتها قبل كده، مجرد ان انت بتقول له انا عايز اعمل برزنتيشن مثلا عن الديزاين، وتبدا ان انت تدوس انتر، هو بقى يحط لك الصور ويحط لك الكتابات وكذا برزنتيشن، بيبدا يكون لك النقط الرئيسيه اللي هتتكلم فيها، فبيوفر لك جهد كبير جدا في اي موضوع انت عايز تتكلم عنه. وتقدر تغير طبعا الزيمس، تقدر تغير كل اللي انت عايزه.
بدأ يعمل لك البرزنتيشن كاملا في ثواني. طيب نروح بقى نكمل المواقع بتاعتنا. ده حاجة ظريفة جدا ان انت بتبدأ تعمل صور زي ما انت عايز، تبدأ ترسم مثلا، تقدر تقول مثلا لاندسكيب وتبدأ ترسم، هو اوتوماتيك يحولها لك لصورة من الصور دي. طيب يعني تقول له مثلا عايز ارسم مثلا حشيش، عايز ارسم مثلا زهور، تمام، وهو اتعلم كده وتقول له حولها لي، فيحولها لك بشكل رائع لصورة بنفس الستايل بالشكل دوت. تقول له مثلا طب انا عايز مثلا طريق هنا، هو يبدأ ان هو يعني يرسم كل اللي انت بتحلم بيه. يبقى الخربشة بتاعتنا هو بقى بيبدأ يحولها لك زي ما انت عايز. ظريف جدا يعني. ده بتبدأ انت تتكلم او تكتب، وهو يمسك شخصية مشهورة يخليها هي اللي تقول الكلام دوت. ده هنا هيكتب لك المقالة اللي هو اول واحد دوت، بتختار له يكتب لك المقالة، يبدأ يظبطها لك، والتاني يبدأ ان هو يعمل لك فيلم انيميشن. الاتنين هيساعدوك ان انت تعمل فيلم انيميشن. ساعات بنسأل شات جي بي تي يدينا الكلام، ناخد الكلام دوت ندخله على برنامج تاني يعمل لنا الفيديو. دي برضو برامج بتاعت الرسم اونلاين من اي بي ام، حاجة مصروف عليها ميزانية جميلة قوية. عايز ترسم اشجار مثلا، عايز ترسم حشائش، انت متخيل؟ عايز ترسم كلاود، نخلي كلاود مثلا هنا. تمام، حاجة فوق الوصف. نايت كوفي بتديله كلمة معينة، هو يبدأ ان هو يكريت لك الصور ليها، ومست ان هو كل يوم بيديك نقط، يعني الحساب بتاعك مش بيقف. تمام، خلينا مثلا نقول له horse with wings. وقوله كريت. ممكن تختار الستايل اللي انت عايزه، في مور اوبشن يظبط لك الحاجه اللي انت عايزها. يبدا هو كريت لك الصوره دي، حاجه اتعملت قبل كده. ان دي تقول له هنا بدا عمل لك احسنها وليها اجنحه بشكل دوت. ده برضو نفس الفكره، بتديله وصف الحاجه يبدا يكون لك الصور، وده برضو نفس الفكرة لكن يعني لذيذ شوية. تبدأ تديله وصف وهو يبدأ يكريت لك صور بالشكل ده. دي المجموعة التانية من برامج الذكاء الاصطناعي، متنساش تعمل شير وفولو.